السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعيني في العالم. اللي بيحصل ده يا جماعة أنا عقلي ما يستوعبهوش. يمكن من أول مرة أتكلم عن فرقة وفاق الصيف أمام الترجي الرياضي التونسي، والنهاردة ديربي الأهلي والرجاء الرياضي. اللي بيحصل ده يا جماعة يعني كبير على دماغي وكبير على دماغ اي بتاع كوره واي يوتيوبر واي محلل. مفاجاه مدويه يفعلها وفاق السيف، وفاق السيف يفوز على الترجي الرياضي على ملعبه. الفرقه الجزائريه المحترمه اللي ليها مني كل الدعم والاحترام. خطا من عبد القادر بدران، ياخدها عبد المؤمن جابون ويجيب هدف على ارض الترجي. الترجي غريب، الترجي النهارده مش هو الترجي اللي كنا نعرفه. فرقه وفاق سطيف كان ليها كلام تاني. دي مفاجاه كبيره لفرقه الجزائر. وفاق سطيف النهارده كابتن رضا بيلعب بخطه 4-4-2، رايح يمسك نص الملعب امام الترجي. النهارده كابتن راضي للاسف كان غير المتوقع. الترجي كان ماسك كوره من غير تهديف، من غير فرص خطيره ومؤكده. ازاي الترجي لحد دلوقتي ما عندهوش فروه صريحه يا جماعه؟ واللي بيحصل مع الاهلي والرجاء، شوط اول ضرب نار ضرب نار. الرجاء هدف والاهلي هدف، الرجاء هدف والاهلي هدف. شوط اول ضرب نار، حرب عالميه كرويه والله العظيم. ويشهد الله على كلامي، بطوله افريقيا السنه دي نار وولعه وغير المتوقع على اي حد. فعلا افريقيا غير اي بطوله انا شفتها يا جماعه. عايزين النهاردة نقول مبروك للفرقة الجزائرية المحترمة وفاق سطيف على الفوز بهدف على ملعب الترجي. بس عايز اقول حاجة طبعا عشان ادي كل حد حقه. الترجي بيلعب من غير جمهور، ودي حاجة سلبية جدا جدا جدا، كلكم اكيد عارفينها وشايفينها، وكلكم شايفين ان الجمهور حاجة مؤثرة. ولكن الترجي عنده أخطاء كبيرة لازم يراجع حساباته. الترجي لازم يكون عنده فروة صريح جوه ال 18 يخلص الفرص المهدرة. الترجي ضيع 5 أهداف من غير مبالغة، ولكن دفاع الوفاق سطيف أبهرني. لعب وفاق سطيف أبهرني، وبقول لكل الناس المحترمة أتمنى توصلوا الرسالة دي لفرقة وفاق سطيف، الفرقة الجزائرية المحترمة. ألف مليون مبروك. الكرة عشق، الكرة حب، مفيش تعصب. اللي يكسب نقول له مبروك. كده وفاق سطيف في انتظار الفائز من الأهلي والرجاء، وبنسبة كبيرة الأهلي اللي هيصعد بعد الهدف الأمتع والأروع بالنسبة لي محمد عبد المنعم، المدافع الصخرة القوي بعد ضياع ركلة الجزاء من علي معلول. يا جماعة أرجوكم بلاش تعصب. أنا بقول لكم الكرة عشق وحب. ده كان رد فعل النهاردة بعد فوز وفاق سطيف الجزائري على الترجي الرياضي. هارد لك لفرقة الترجي، هارد لك للاعيبة الترجي. هي الكرة مكسب وخسارة، وأتمنى فرقة الترجي تتعلم ان الكرة اهداف. انت رحت هناك ضيعت وجيت هنا ضيعت، فانت عندك مشكلة. المشكلة ان ما عندكش فروة صريح. لكن فرقة وفاق سطيف لا، عندها فراودة، عندها اللي بيخلص من اقل الفرص، لعيبة مهارية فعلا. انا بقول لفرقة وفاق سطيف اتمنى تتقبلوا اعتذاري، اتمنى تتقبلوا هذا اللايف اللي انا في يوم من الايام
قلت ان فرقه افاق ستيف ضعيفه، انا اللي ضعيف، انا اللي مش فاهم حاجه، ده بامانه بكل حياديه. انتظروني بعد مباراه الاهلي والرجاء الرياضي الذي سيشهد التاريخ ان موحى الحراق، موحى المحايد، موحى المصري سيندزع قلوب العرب بعد المباراه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفاك ستيف اضحك يا بقي. مع السلامه.